السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبر والنحل، القناة التعليمية. قصة جميلة ورائعة. أحدهم يذكر لي أنه بينه وبين السوق ما يقارب 15 كيلو، لكن لاحظ في يوم من الأيام وهو يوم الأربعاء تقريبا يكون هذا السوق فيه كثير من الباعة، فلاحظ أن النحل يتسوق في هذا اليوم بالذات. ماذا يحضر من السوق؟ قال أن النحل يحضر الكركم، وبالفعل ذهب إلى السوق وشاهد ذلك بأم عينيه. حول هذا الموضوع نقاشات دارت في الأكاديمية اليمنية لتربية النحل حول المسافة التي يقطعها النحل، فمنهم من ذكر 2 3 4 5 كيلو، ومنهم من ذكر 15، ومنهم من ذكر أضعاف مضاعفة. فهل السلالة اليمنية تستطيع أن تجتاز المسافات هذه وبالكيلوهات؟ محاضرة يتطرق إليها الأستاذ أبو مازن الأهنومي والتحدث حول هذا الموضوع، فكونوا معنا. هذه المسألة التي هي مسافة شروح النحل أريد أن أتحدث فيها في عدة نقاط. النقطة الأولى أنه أولا السلالات تختلف، القدرة في السلالات تختلف، فالنحل أيضا سلالات والسلالات تختلف، حتى تلاحظ الاختلافات حتى في الحجم، في القدرة على الطيران، في القدرة على الإنتاج، إنتاج العسل. فيه النحل، في النحل مثلا عندك النحل اليمني والنحل المصري، النحل المصري كبير الحجم، لذلك تجد حوصلة العسل أكبر حجم من النحل البلدي اليمني، فلذلك تجد أن النحل المصري في المملكة السعودية لأنه بيستورده بينتج أكثر من اليمني، بينما إنتاج النحل اليمني من العسل أجود من إنتاج النحل في الجودة، أجود من إنتاج النحل المصري. هذا لأن السلالة حقه حجمها كبير، وبالتالي حويصلة العسل كبيرة، وبالتالي أيضا فإنه يملأ حويصلة العسل بالرحيق، بكمية رحيق أكبر من النحلة البلدية، فينتج أكثر، بالإضافة إلى اتساع العين السداسية. النحل البلدي عسله أجود لأنه غدده الإنزيمية أقوى وأجود، تنتج إنزيمات أفضل، فيكون هضم الرحيق أفضل وأكثر وأجود، ومحتواها الإنزيمي يكون أعلى من بعض السلالات الأخرى. فهذه فروقات فردية بين السلالات. نجي لمسألة مسافة الشروح. مسافة الشروح هناك من صعد وهناك من خفض، وهناك من قال ممكن أنها تمشي، يعني تذهب النحلة إلى مسافات 30-35 كيلو، منهم من قال أقل، منهم من قال 15، منهم من قال ممكن إلى 20، منهم من قال إلى 7 وكحد أقصى، ومنهم من قال لا يمكن أبدا هذا الكلام يحصل، ومنهم من قال إلا فيه كذا، ومنهم من طالب بدراسات ميدانية، ومن الأخوة أيضا من أتى بعض الدراسات الميدانية، وأبرز طبعا الكلام على النحل اليمني يختلف عن الكلام في السلالات الأخرى. في النحل اليمني كان هناك دراسة ميدانية قام بها أحد الثقات وهو الشيخ فايز القثامي، ونعرف حجم ووزن الشيخ فايز من حيث الخبرة ومن حيث القدرة والفهم، فهو جرب وخرج بملاحظات، لا نقول دراسة لأنه لم تكن دراسة علمية يعني مثبتة محكمة، إنما هي دراسة ميدانية كما وصفها بعض الأخوة، دراسة ميدانية. فقال أنه في منطقة صحراوية عندهم حصل شح شديد جدا، لم يكن المرعى إلا في على مسافة 35 كيلو متر، فوجد أن النحل ذهب إلى تلك المناطق، لأنه تأكد 100% هو النحل، لا يوجد مرعى
في الجهات الأربع إلا في المنطقة الفلانية، والمنطقة الفلانية كانت على بعد 35 كيلومتر. فقال وجدنا شجرة معينة، أو فيما أذكر من كلام الشيخ فايز لأني سمعته قديما، قال أنه وجد أن النحل أو النحل عاد بمرعى من تلك يعني حبوب لقاح شجرة معينة يعرفها ويعرف شكل حبوب لقاحها. فمثل وزن وحجم الشيخ فايز لا نستطيع أن نكذبه، أولا بسبب مكانته العلمية والأدبية بين النحالين على مستوى الوطن العربي، وثانيا بسبب أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناها أن خبر الثقة يقبل بدون تبين، وهذا خبر ثقة، والشيخ فايز من الرجال الثقات الأثبات. فإذا عندما يقول أنا وجدت النحل أتى بمرعى من مسافة 35 كيلو، فلا نستطيع أن نقول لا، لا يمكن أن يحصل ذلك، لكن تبقى التجربة أسيرة البيئة التي أقيمت فيها. التجربة اللي أقيمت فيها تجربة الشيخ فايز كانت في منطقة صحراوية، أي أنها منطقة مفتوحة ما فيها حواجز أو عوائق طبيعية كالجبال وغيره، منطقة مفتوحة على مد البصر. خلت تماما، وتم التأكد من قبل الشيخ فايز أنه تم التأكد بأن المنطقة خالية تماما من المراعي، وتأكد له تماما أنه أن النحل فعلا وصل إلى تلك المنطقة التي فيها الوحيدة التي فيها المرعى وجلب منها مرعى. فمثل هذا الخبر لا نستطيع أن نقول له شيخ فايز لا ما حصلش، لا، بل نقول له نعم ممكن حصل معك يا شيخ فايز، لكن منطقتك غير المناطق الأخرى، منطقتك منطقة مفتوحة صحراوية على مد البصر يستطيع فيها النحل الطيران بشكل مستقيم، وممكن له أن يقطع هذه المسافة. وإذا فإن النحل البلدي اليمني، طبعا هم حتى نحلهم يمني وإن أنكروا بعضهم ينكروا، لا رغم أن الشيخ فايز أيضا الشيخ فايز ما ينكر يقول له النحل يمني. إذا النحل السلالة اليمنية عند القدرة إلى أن يطير إلى تلك المناطق البعيدة. الدراسة القديمة طلعت علي أيضا من سابق قديم جدا، يعني حوالي 10 أو 12 سنة، الدراسة الفرنسية أجروها الفرنسيين على قياس سرعة النحلة في اتجاه هبوب الرياح وعكس اتجاه هبوب الرياح. فيما أذكر أنهم قدروا سرعة النحلة عكس اتجاه الرياح كانت بسرعة 35 لا أدري هي كيلو أم ميل، أذكر الرقم جيدا ولا أذكر هل هو بالكيلو أم بالميل في الساعة، يعني بسرعة 35 كيلومتر في الساعة أو 35 ميل في الساعة عكس هبوب الرياح، يعني في عكس اتجاه هبوب الرياح، يعني رغم إعاقة الرياح لها. إذا سرعتها في اتجاه هبوب الرياح ستكون أسرع وأعلى، هذا بالنسبة للسرعة. إذا النحل في السلالات الأخرى أو في السلالة التي أقيمت عليها الدراسة في فرنسا كان لديها القدرة هذه السلالة أن تمشي أو تطير بسرعة 35 ميل أو كيلو في الساعة، لكنهم لم يذكروا إلى بالنسبة للمرعى إلى أين ممكن تصل نحلتهم في هذه الدراسة، لأن ما قاموها من أجل يقيسوا مسافة إلى أين ممكن أن تصل النحلة في بحثها عن المرعى، إنما كانت الدراسة في قياس سرعة طيران النحلة في اتجاه أو في عكس اتجاه هبوب الرياح. فالشاهد من المسألة أن القدرات السلالات تختلف. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الدراسة الميدانية، وأعود وأكرر أن هذه مجرد دراسة ميدانية مشاهدة لنحال ثقة، ودراسة ميدانية تخضع للبيئة التي أقيمت فيها فقط، وليست دراسة محكمة، دراسة أكاديمية محكمة. فإذا أخذنا بالاعتبار هذا الكلام نقول نعم، لدى النحلة اليمنية والسلالة اليمنية القدرة على الطيران لمسافات قد تصل إلى 35 كيلو أو يعني أو أقل أو أكثر، بس التي قيست إلى حد الآن أطول مسافة 35 كيلو. أيضا في أحد الأخوة في المجموعة رأيت أنه قال أنه
رأى النحل ربما وقد وصل إلى مسافة 15 كيلو بحثا عن رحيق الضبة. وهذا أيضا صحيح مشاهد ومعروف أن النحل يذهب إلى مسافات بعيدة من أجل الضبة بالذات. فإذا المسألة تدور بين مسألة القدرة، هل النحل يستطيع؟ بناء على ما ذكرنا سابقا نعم النحل يستطيع، لكن هل يستطيع في كل بيئة أن يفعل ذلك؟ الجواب بظني لا، لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل أو هذا العمل في كل بيئة من البيئات المختلفة والتضاريس المختلفة في الوطن العربي. فالبيئة التي تتخللها جبال أو مرتفعات أو هضاب لا يستطيع النحل. النحل قد يذهب إلى الرعي إلى أن يصل إلى حدود معينة، إلى جبل معين يكون حاجز هذا الجبل بين منطقة ومنطقة أخرى، فلا يتجاوز، فلا يتجاوز النحل أو لا يستطيع النحل أو تجاوز الجبل إلى ما وراء ذلك الجبل. قد يمشي في شخط مستقيم من وادي إلى وادي ويقطع مسافات لا بأس بها، لكن إذا اصطدم بمصد طبيعي قد لا يستطيع أن يتجاوز هذا لا 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 هذا الحاجز الطبيعي، وينتقل من تلك المنطقة إلى ما وراء ذلك الحاجز من جبل أو غيره. ثم نعود ونقول أن المسألة بين الاضطرار والاختيار، يعني لو سلمنا وقد سلمنا أنه في المنطقة الصحراوية المفتوحة قد يصل في رعيه النحل في رعيه إلى مسافة 35 كيلومتر، هل هذه المسافة مسافة اضطرار أم مسافة اختيار؟ لا شك أن الكلام كلام الشيخ فايز يدل على أن النحل في تلك الحالة كان في حالة اضطرار، إذ أنه لا يتوفر مرعى أبدا على في الجهات الأربع إلا في منطقة معينة تبعد 35 كيلومتر. لكن هل سيكون هذا الأمر مجدي بالنسبة للنحل؟ لا شك أن المسافة كلما بعدت كان الفائدة والجدوى الذي يتحصل عليها النحل أقل من الفائدة المتوخاة من قبل النحل. لذلك النحل يفضل دائما المرعى القريب على البعيد، وأيضا النحل يفضل يعني مش يفضل الجدوى الاقتصادية بالنسبة لنا كنحالين أن يكون المرعى لا يتجاوز 500 متر إلى كيلو إلى 2 كيلو في حالة المواسم، لأنه إذا بعدت المسافة عن هذه المسافة المسافة المرعى عن هذه المسافة أو عن 1.5 مثلا كيلو أو 2 كيلو ما بيكونش الجمع جيد، ولا بيكون هناك جدوى من تنزيل النحل على مثل هذه المراعي. فإذا هناك فرق بين حالة الاضطرار وحالة الاختيار. في حالة الاختيار النحل يرعى من الأقرب فالأقرب، لكن في حالة الاضطرار ممكن يذهب إلى مسافات بعيدة شرط أن لا يكون في طريقه حاجز طبيعي قد تمنعه من تجاوزها إلى مناطق أخرى. هذا خلاصة رأيي أنا في المسألة، بما أن كل واحد قد وضع رأيه في المجموعة وجزا الله الجميع خيرا، أنا أيضا وضعت وساهمت بوضع رأيي، وأسأل الله أن أكون وفقت للصواب، وأسأل الله أن يدلنا جميعا أنا وإياكم على الصواب ويهدينا إليه. تحياتي لكم كلكم من أعماق قلبي على الحوار النظيف المحترم الراقي. تحياتي.